استاذه هبه تتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذه هبه ازاي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه يا استاذه هبه. عود عليك الايام بخير وعلى امه المسلمين وعلينا وعليكم وعلى كل احبابكم. انا بتكلم عن اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه من ناحيه جوزي. انا جوزي يعني هو زي اهله مثلا، ما بيحبوش الناس، كلامهم وحش على الناس. فانا مثلا لما بحب ان انا اعمل خير مع حد هو ما بيرضاش، يقعد يقول لي لا الخير ده هتعمليه، الناس هتبص لك، الناس هتحسدك، الناس هتخلي بيتك يبقى خراب، لا ما تعمليش الخير ده مع حد عشان هيتقلب عليكي انتي، ولو عملته من وراه بيحصل لي مشاكل كتير قوي. فين سؤال لحضرتك؟ انا بقعد السؤال ان انا زي الكلمه اللي حضرتك قلتها اقول له ربنا موجود، ربنا شايف بنيتي ونيه غيري، حتى لو نيه غيري وحشه ربنا اللي عالم بنيتي. انا مش مقتنع بالكلمه دي، فانا عايزه اوصل له معلومه ان فعلا الكلام ده صح، ان انا في حمايه ربنا وبعمل لربنا، ربنا هيقعده لي. فانا مش عارفه اوصلها له ازاي ليه ولاهله. خلاص انا خليني اكلمه واكلم حضرتك عن حاجه مهمه قوي. انا عايز بس ابتدي بيك يا استاذه هبه، ممكن بس ان انت وعشان تقدري تتعاملي مع زوج حضرتك ممكن تشوفي فيه حاجه حلوه، والحاجه الحلوه دي تكبريها شويه. سيبك من كتر كلامه على الناس، انا عارف ان الحكايه دي بتخلي ستات كتيره تتضايق من الشخص ده، لانه بيبقى كثير الانتقاد، ما بيعاقبوش حاجه، وهو بيعمل نفس الكلام ده معاكي انت. المساله سهله، ممكن حضرتك تمدحي الحاجات الحلوه اللي فيه، هتلاقي منسوب انتقاده للناس نزل. ليه؟ ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. ايه اللي حاصل؟ اللي احنا مامورين ان احنا نتكلم بالحكمه والموعظه الحسنه، فاللي انا بقوله لك ده حكمه. فبالنسبه لحضرتك اعملي كده. بالنسبه بقى لزوج حضرتك، انا عايز اسال سؤال، هو ليه شايف عينه بس ومش شايف عيون الناس كلها اللي ممكن تجرحه وممكن تأذيه بنفس النظرة اللي هو بينظر بيها للناس؟ هو ليه شايف نفسه ان هو احسن من غيره؟ اللي شاف نفسه احسن من غيره هو ابليس، وللأسف بقى رجيم. وللأسف كل ما الانسان بيحاول يشوف نفسه احسن من الاخرين ويتعامل مع هذا الاساس، للأسف يتحرم من رحمة كتير في الحياة. ولذلك الراحمون اللي بيرحموا الناس من سوء ظنهم، الراحمون اللي بيرحموا الناس من ايجاعهم، من ان هم يؤذيهم، من انه يضايقهم، ده رحيم. فعايزين نبقى من الرحماء دول، فربنا يجعله هو واسرته ان شاء الله من ده. ونصيحتي ليكي حاولي تطبقيها، ان انت تحاولي تشوفي احسن حاجه فيه وتدعميها، هو هيقلل كتير قوي 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 من انه يشوف وينتقد هذا الانتقاد الدائم ان شاء الله.